لأنه سترنا عنا وحفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعددنا أتابنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا بروسيفيكس هاستي. أيها السيد الرب إله ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعددتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن هذا المذبح وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا يا رب إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو. يا الله ذكر الكرابين هابيل الصديق وذكر اقبل من الخطر حقوق انها مبارك يا رب من اجل اسمك القدوس. مجدا واكراما اكبر ايدينا نحن القطار رائحة الفول بكرة القطار رب السلام كنيستك كل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاحك ومحب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك يا رب تهدم بمراحم الرافات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم روح امرض رضا الذين اطمت روحهم في المرض اقيموا معزهم المعذبين من الارواح نكسرتكم جميعا الذين في النفي او السبي او السجون المطابق المقبوض عليهم في عبودية المرة يا رب اعطكم جميعا وارحمهم لأنك أنت يا رب تحل المربوطين وتقيم الساقطين يا رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوضة عليها أعطها رحمة أعطها راحة أعطها نعمة أعطها معونة أعطها خلاصا أعطها غفران خطاياها وأثامها ونحن يا رب أمراض نفوسنا اشفيها التي لأجسادنا فيها يا طبيب الحقيقي الذي الأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب أبانا اخوتنا المسافرين يا رب
الذين يدمرون الصفا في كل مكان سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الجو كل الطرق المسلوكة كل أحد بكل نوع ردهم يا رب إلى ميناء هادئ ميناء خلاص تفضل أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح أيام غربتنا في هذا العمر احفظها بدون مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ يا رب أيها الأخوة نسأل الله ضابط الكل أبا ربنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل أن نطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب صعائد وقرابين وشكر الذين يقدمون كرامة ومجدا لاسمك القدوس يا رب اقبلها إليك على المسبح المقدس الناطق السماء راحت بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك القديسين كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم في وسائل الأرملة هكذا أيضا نذور عبيدك اقبل إليك أصحاب الكثير وأصحاب الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه قرابين أعطهم الباقيات عوض الفنيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمانيات بيوتهم مخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر يا رب لا تتركهم عنك فنسبح مع الملائكة قليلا المجد الله في العالي وأرض السلام ونسمع الصورة نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك نطلق مجدك نشكرك من أجل عظمة مجدك يا رب مالك أنا اسمه إطلاع الإب ضابط كل الرب ابن واحد وحيد في المسيح والروح القدس يا رب الله حم الله ابن الآب روح ابتلاع حمل يا حامل قدرة العالم اكبت البطن إليك يا جالس عن يمين بيرحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله الآب من بارك كل يوم سبح اسمك القدوس للأبد والآب للأباد أمين انظر لي رحت بكر ليك يا إله لأن أوامرك يا نور أعطت كل وقت افترك لأن صرت لي معين باكرني وقت أسمع صوتي بغداك وفطراني قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي ولد النظار ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الصلاة صلوات ارحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان فلوين ده دور امين ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفرنا خطايانا يا رب اغفرنا اثامنا يا رب اغفرنا زلتنا يا رب اغفر مرضى شعب اشفيهم يا رب من اجل اسمك القدوس ابانا وقدس زرافته يا رب نحفظهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا مبلغ يا رب عيننا وقت قطنا ليك انا لك المجد والعزه تكون مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين تقدس اسمك يا من قوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك فوت الذي غدرت من دمهم Ширине тенте оро, се твое писмено, ой, твое парсен, се вен, ти му снот смав, ты Христос. Ширине тенте оро, се твое писмено, ой, твое парсен, се вен, ти Христос, пенно, ти ти парсен, се твое. Ir bus apšėsti, nuošė volingų emus.
أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليكن على الأرض Bien, tú eres un ciego en genio macho, si tal y que en tu ocho es diferente, todo cosa es buen parte, no sencillo ni bien. Mateo, en tal y más, ben su tier en arrasos de barbo, gise, bonagon, tifsemni, nan, en tifirini. Sherene, o ti parte, no te oro, en ni en alitini, sherep, shoshon, te pengen, usare, con an, en mano, y ناس أنيك زكورينا أيتها الشفيع المؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم الحقيقة جدك نظرت سولت لها لأنك قلت لنا مقالة العالم أتى خلص قصة المند لك يا سيد الملك المسيح فخر رسك للشهداء دالنس بين سباتك نار وفخطاي نبشر بثلاث قدوس لواحد واحد نزل لنا من قدوة يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب كامين نؤمن بإله واحد الله الآب ضاد الكل خالق السماء والأرض نيرهم ولا يرونهم رب واحد يسوع المسيح مولود غير مخلوق مساوي لا يفوق الذي به كان كل شيء هذا لازم نقل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومريم عذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بسط بنتي وتألم وكبر وقام بالأموات يا وثائث كتب صادة ثم جالس عن يمين أبيه إذ ليس يمكن القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن البصر من الآب نسجد له نمجده مع الآب والإب الناظر الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة عرسية نعترف عمدية واحدة بفرقتك إن قشت برخيت هي أنتي أناستاسيس انتني رف موت نبقيون خدت بقيون اثنيو آمين اللهم ارحمنا قر لنا رحمة ترأف علينا آمين واسمعنا آمين وباركنا واحفظنا وأعنا آمين وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا من كريليسون 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 نبوات بكر يوم الاثنين من الاسبوع الثالث من الصوم المقدس بركاته فلتكن معنا امين من امثال سليمان الحكيم بركاته فلتكن معنا الحكمة تنادي في الطرق وفي الشوارع تعطي صوتها وعلى رؤوس الأسواق تصيح وفي مداخل أبواب الأقوياء ثابتة وعلى أبواب المدن تقول بقلب قوي كل حين إلى متى أيها الجهال تحبون الطفولة ولا تخجلون وتبتغون المضرة والحمقى يبغضون الفهم ارجعوا عند توبيخي فإني أصنع قدامكم كلمة روحي وأعلمكم كلامي لأني دعوت فلم تسمعوا ومددت يدي فلم تلتفتوا بل لم تثبتوا في عمل مشورتي وتوبيخي لم تتأملوه فأنا أيضا أضحك عندكم وعند بليتكم وأشمت عند مجيء اضطرابكم بغتة وسرعكم كعاصفة واتحل بكم الضيق والاضمحلال والهلاك حينئذ يدعونني فلا أجيب يبكر الأشرار إلي فلا يجدونني بما أنهم مكثوا الحكمة ولم يؤثروا مخافة الرب ولم يريدوا أن يرجوا مشورتي مكثوا كلامي فلذلك يأكلون ثمرة طريقهم ومن نفاقهم يشبعون وحيث أنهم ظلموا الأطفال وقتلوهم فإني أقوى بالمنافقين هلاكا والسامع لي يسكن في دعة مطمئنا ويستريح من كل مخاوف الشر مجدا للثالوث الأقدس
من أشيائنا ببركات المقدسة على جميع أمين. أما الرب فقدسوه وليكن هو خوفكم، وإذا توكلتم عليه يكون لكم قدسا، ولا تدخلوا أمامه لألا يكون حجر صدمة وصخرة عثرة لبيت يعقوب وفخا وشركا لساكني أورشليم. من أجل ذلك لا قوة لهم ويسقطون وينسحقون واحتبلون ويؤخذون. أرسم الشهادة، أختم الشريعة بتلاميذي، إني أرجو الله الحاجب وجهه عن بيت يعقوب وأتوكل عليه، حينئذ أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله نكون آيات وعجائب في بيت إسرائيل من لدن رب الجنود الساكن في جبل صهيون. فإذا قالوا لكم اسألوا أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الأموات عن الأحياء؟ لأن الناموس يعطي معونة حتى لا يقولوا مثل هذا. فإذا جاءكم شر قاسي وكنتم تجوعون متألمين ويدرككم شر الرؤساء والقبائل، تنظر إلى السماء من فوق وتطلع إلى الأرض من أسفل، حينئذ شدة وضيق وقطام ظلام ومضايقة لا مثيل لها حتى لا تبصروا، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي وطريق البحر وبقية السكان في الساحل. عبر الأردن جليل الأمم الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والساكن في الكورة وظلال الموت أضاء نور حوله. بقية شعبكم الذي أحضرته بفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كابتهاج الذين يقتسمون الغنيمة، لأن نير مشقتها وعصا مبغضيها وقضيب مسخريها قد كسرتها كما في أيام مديان، لأن كل حلة جمعوها بغش وكل ثوب يتطهر من الغش يريدون حرقها بالنار، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على منكبيه ويدعى اسمه ملاك المشور العظيم، وأنا أجلب السلام لرئاسته والخلاص لنمو رئاسته، ولا يكون لسلامه نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد الأبدين أمين. اذكر يا رب مرضى شعبك، افتقدهم بالمراحم والرفات اشفهم. رب ابانا اخوتنا المسافرين ردهم الى اوطانهم بسلام وعافيه. كيريليسون اكلينهم انت فضاء نينان فنوت في ودي بندق رفور اناستومين اكلينهم انت ونات نينان فنوت في بنسو فير اناستومين اكلينهم انت ونات نينان فنوت ونينان. أذكر يا صلوا من أجل هوايات السماء وثمرات الأرض باركها. كيريليسون يا رب، يا النهر باركها سعدها كمقدارها كنعمتي يا رب.
معك لباركهما كيري ليسو نينان فنوت بيود بي من ذكرة طول أناس تبينك لنمنت ونات نينان فنوتي بنسو تيه أناس تبينك لنمنت ونات نينان فنوتي ووه نينان اذكر يا رب خلاص الناس والبهائم يا رب ورحم يا رب خلاص جمود مقدس الذي لك وكل مواضع وكل أجرة أبان الأرثوذكسيين كيري ليسو اذكر يا رب عبدك رئيس أرض أحفظهم في سلام وعدل ومقدرة كيري ليسو نينان فنوت يوبي بندق رثور أنا أستمر في نمت ونات نينان فنوتي بنسو فيه كي أنا استملك لنمنت ونات نينان فنوتي ووه نينان اذكر يا رب المسبيين نجهم جميعا يا رب ورحام يا رب أن أخوتنا الذين ركضوا في نيح في الإيمان المتقسي نيح نفوسهم أجمعين كيري ليسون اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الكرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت وسطهم أعطهم كلهم الأجر السمائي كيري ورحام نينان يودي بنت براتون أنا أستمينك لنمنت ونات نينان فنوتي بنسو تيه أنا أستمينك لنمنت ونات نينان فنوتي ونينان أذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضفاد خلصهم جميعا من شدائدهم كيري ليسون يا رب معود شعبك ارحمهم يا رب ارحم أعطيهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظوا ليه في الزمان المحضر الصحيح حميم الميلاد الجديد وغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس يا رب استهون يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنصحك الناس ونعم بناجيلك المقدسة بطلبات قديسك صنم من أجل المقدس يا رب أيضاً يا سيدنا كل الذين أمرونا وعوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحوا المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فاصلوا من بشارة معلمنا روح البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين من مزامير وتراتير معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين طوبى هم الذين تركت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية هللويا
المبارك ناتي باسم رب ربنا وإلهنا ومخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. وفيما هم يسمعون هذه أضاف فقال مثلا لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر للوقت. فقال كان رجل شريف الجنس قد ذهب إلى كرة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويعود. فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا بهذه حتى آتي. وكان أهل المدينة يبغضونه فأرسلوا وراء سفارة قائلين لا نريد أن يملك علينا هذا. فحدث لما عاد آخذا الملك أن أمر بأن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعلم ما ربح كل واحد منهم. فجاء الأول وقال يا سيد مناك صار 10 أمناء فقال له نعم من أيها العبد الصالح لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. وجاء الثاني قائلا يا سيد مناك قد صار 5 أمناء فقال لهذا الآخر أيضا وكن أنت على 5 مدن. وجاء الآخر قائلا يا سيد هو ذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل لأني خفت منك لأنك رجل قاس تأخذ ما لم تضعه تحصد ما لم تزرعه. فقال له من فمك دينك أي العبد الشرير إذ عرفت أنني رجل قاس أخذ ما لم أضعه وأحصد ما لم أزرعه. فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة حتى إذا جئت وتقاضاها مع ربحها؟ ثم قال للحاضرين خذوا أمنا من هذا واعطوه الذي عنده 10 أمناء. فقالوا له يا سيد عنده 10 أمناء أقول لكم إن كل من له يعطى ويزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. لكن أعدائي هناك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوني بهم ها هنا واذبحوهم أمامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. والمجد لله دائما تفنو تتشو سينو سنيفن ساريغ نتنت خم بخرستوس يسوس بن شويس ايرنو في ايرنو بفتشويس يسوس كوني ايبو جن فتهو ايرنو بيو ديمون شويس نات كو ايبو جيبن يو تتخن في او امارف توبو انجي مارس إنجي تكمت أوي حف بيوشاني إنجي فسمرو جيفيوت نفشيري نمبب نوما إثواب تتري ياسس جيك بولتن واشت موستن تي أونا يا بن رجب السماوات خدس اسمك يا بولت تقمشي Christos, he's so spencious. No, Pienso, Kirie. Hirini Pasi. 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 Hirini من قبل المخلص المحيي الذي نفخ في وجود تلاميذ القديسين والرسل الطاهر قال لهم من غفرتم وخطاهم غفرت لمسكت ومسكت نسأل أن نطلب من صلاحك ومحب البشر عبيدك أبي وإخواتي وضعف هلاء من حين برؤوس المجد القدوس رزقنا رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع قلب أو بفق صالح ومحب البشر أنا عمين رب غفران خطايانا باركنا أمين. طهرنا أمين. حالنا حاسة أمين. شعبك املأنا من خوفك قومنا رأتك المقدس الصالح مع أبيك الصالح والروح القدس المحرم سولك الآن وكل عندها دو كلها أمين. كريليسون كريليسون كريليسون
من الليلويا دوكسا باتريك ايوك اجيب نماتيك نكايك استوس ايون الصني ايون نامي تنوشي بولنغو اموجي اوبن شوي سيسوس بخريسوس في طفر نستيبي نري والميمن اون من قوشو شاينت سوتن خير نينو بيسوتن مونو ناينان كيري ليسون كيري Κύριε να μην εσμό ερώ, εσμό ερώ, εστίμη τον Ιεκούνι, ευολγόν πιέσμο. Αμήν εσέ يا ملك السلام أعطينا سلام وكرر لنا سلامك واخفض لنا خطايانا أن لك الملك والقوة والمجد والعزة والبركة الأبد أمين واجعلنا رب مستقينا سخلي قائلين بذلة البنون قائلين بشكر يا أبانا تلت السماوات قدس اسمك يا تنقل تقل شئتك على السلامك ذلك تغزل لازم قد أعطنا اليوم واخفر لنا ذنبك لا تدخلنا التجربة نجينا من الشيء محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح شركة وعطية ومهبة الروح القدس فلتكون مع جميعكم سلام الرب يكون معكم ويدوم فيكم ومع روح قائد أعزمك يا رب أنك احتضنتني ولم تشمد بأعياء يا رب إلهي شرحت ليك فشفيتني زوكساس يوسم قدوس 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 فصلنا بشارة الإنجيل المعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جمعنا أمين متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أأتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل يوما في يوما قبل أن يكون قبل أن يكون حتى متى كانوا تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي كرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وأنت من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم والمجد لله دائما أبدين أمن لكم قول الله بالسلام نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس رب الذي جسلته تلاميذ القدسين وسط المقربين في الساعة الثالثة إذا تنزعوا منا يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أعشائنا قلبا نقيا اخلقه في الله وروحا مستقيما جددوا في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني يا رب رسالة روحك القدوس على تلاميذ القدسين رسل القائمين في الساعة الثالثة هذه لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة والروح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدي لكل إنسان آتي للعالم ارحمنا يا
يا ولاية الإله أنت يا القمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك تنوء نعمة مارسة من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا. ملك السماء معزي وحق حاضر في كل مكان، من يكون كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضلوا حين فينا وطهرنا من كل داس الصح خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أم خلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا أمنح السلام خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا ويتنا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم. كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم. كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله. كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا. أمين. أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فيه وعلم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى الحزن لأنهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع العطاش البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقى القلب لأنهم يعانون الله، طوبى لصنعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم عيركم وأولوكم من أجل كل شر قيدين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، في سفاذة ملح ماذا وملح لا يصلح بعض لشيء إلا يطرح خارجا ويدوزه الناس. أنتم نور العالم، يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولو قدونا سراجا وضعونا تحت مكيال ولضعونا على المنارة فضيل كل من في البيت. هكذا فلدوا نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم وصلاحها ومجد أباكم الذي في السماوات. والمجد الله دائما أبدا أمين. ليكم قال بسلامة ونشرمك بخصوص في كتنا وثوص في نما ثواب جاك ياك سوت يموننا يا رب يا ما في يوم السادسة في الساعة السادسة مطار صليب من أجل خطيرة تقرأ له ابونا آدم في الفردوس مزق سق خطهنا المسيح لنا وخلصنا. صرخت الله رب سمعني، اللهم استجب صلاة الفتى البطيء التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الزور
كلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي استمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقطعت الخطيئة بالخشبة وحياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتل أوجاعنا بألامك الشفية المحية بالمسامير التي استمرت بها انقذ عقولنا من طيش أعمال هولي والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا ولية العذراء لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لا نتألم من أجلنا لك ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجنا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاص في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا دعم بسط يديك طرفينا لعود صليب في لهذا كل أم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أي الصالح طلبين مغفرة خطايانا يا المسيح لا لنا أنك بشيتك سررت تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتها من عبودية العدو ونصرخ إليك نشكرك أيها المخلص لما تيل تعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة يا ولية العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحقا حياة أبدية ونلنا نعيم الفردوس لأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا. نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا فان خطانا كثيرا امين. شو سنة خلينا براني مبيوت نمشي من مصر وبنوت متون تسبحت وصلت الساعة 9 قدمها المسيح ملك لها ونغفر خطايا المزامير 30 مع داود النبي الملك بركات ولا جمعنا امين.
زوكسوسيوس من قدوس 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 فصل مشاهد الانجيل وعمنا مالي روح البشيرة تلميذ الطار بركات وعلى الامان امين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوه فاخذوا معه ودخل على انفراد الى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجين الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فاننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري اطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلميذه ليتكئوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكئوهم اجمعين. فاخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وباركها وقسمها واعطى التلاميذ ليضعوا امام الجموع، فاكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما ابدا امين. لكم قول الله بسلامة نشتمت بخريستوس تنبكيوت ناغسوس نم ببنف ما اسواب جياك اياك صوت يمون نينان يا من ذاك الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من اجلنا نحن الخطاة. امت حواسنا الجسمانية المسيح الهنا ونجنا فاليد نتوصلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي الى حضرتك كلمتك احيني. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما أولكت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول الفردوس، لا تغفل عني يا الصالح ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية ليك. إذا ما زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجلنا احتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا لانقضاء ولا تسلمنا للدهر، وتنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، نصرف معه جميعا، نذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا كثيرة آمين. يا ابن الذي في السماوات
شويس نانان بشويس نخن ابران فيوتني وشين في نمت ثواب نوت نوت امين. تسبيح صلاة الساعة 11 غروب من هذا اليوم بارك مقدم المسيح ملكنا لهنا نرجو يغفر خطايانا كثير من مزامير و30 معلمنا داود النبي والملك بركاته المقدس على جميعنا امين. شوشنا شوشنا خلينا فراني من زوجتنا بشير من ماس وآب نوت نوت أمين. تسبحك وصلاة النوم قدمها المسيح ملك وله الجون يغفر خطايا المزامير ترتيب معلم داود النبي الملك بركات على جميعنا أمين. دوكساس يا سمون فصم شات انجيل علمنا ماري لو الانجيل بشير بركاته المقدسه لجمان امين. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حماد سمعان بحمى شديده فزاروا من اجلها فوقف فوقا منها وانطار الحمى فتركتها وفي الحال قامت خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه. اما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تقول ويتصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدا أمين. ليكم قال بسلام تنشمك بخصوص سنفكت نغطوس سنفنما الثواب جاكيك سوتي منانان. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي. لكن أنت يا الله رحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأني ها أنا ذا بالأثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رحمتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك. لأني إليك أصرخ يا رب تخشع أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك. لست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. لكل إثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيئ لي أسباب التوبة يا تسل العذراء فإليك أتضرع وبك أستشفع وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى. وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم أغلقي لألا يبتلعوا نفسي عروس بلا عيب للختن الحقيقي. قدوس الله قدوس المجد الآب والابن والروح القدس قدوس الحمد لله قدوس الحمد لله. يا رب اغفر لنا خطايانا واسلم لنا ذلتنا افتقر مرضى شعبك ربنا اخبر ما ذلك الحمد لله اخبرنا اليك. يا ابانا الذي في السماوات
السلام ولكن أسألك أثر القديس المطلع مجد العزراء كل حياة سعد الصلاوات لك حبيبك السلام لك الثلاثة أسأل الرب عنا أيتها العزراء المجد شافينا مسيح السلام لك ولكن عمنا إيه نسألك أستاذ دوكساسيوس من قدوس 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 فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبدين لأمن لكم قول بسلام نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا هوزنا عتيدا أكف من الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالطبقة إلى الله ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة ولكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي وأنت يا سيد خطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس زينتك أخشع والنور شعلهوتك أجزع عن الشق المتدنس الراكد على الفراش المتهون في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارع عن صدرك وإن اللهم ارحمني وخلصني أيها العزراء تهلز بليز اللي قصر المعونة على عبدك وبعد يا مواجه الأفكار دي عني وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عظيمك فإنك أم قادرة رحيمة معينة وليت ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي
جهد وعظمتك تسولت لها لأني قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص فوسنا المجد لك يا سيدنا لك مسيح فخر سكين شهداء تألين سكين سباتك نائب وفواطان بشر بالسلوس القدوس أود واحد نزلنا المجد يا رب ارحمني يا رب ارحمني يا رب بارك أمين. في الحقيقة نوم بلين واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور الذي كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من يوم عذراء وتأنس وصلب وأنا على عهد لصق تألم الكبرى وقام بلوم يوم السادس كان في كتب صاد السماوات وجالس عن يمين أبي وأدين يأتي في مجده ليدين الحياة والأموات الذي لا سيكون قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب والمحيي بصق ناطق من بيئة الكنيسة وحدة مقدسة جاية مرسلية ونعترف بعمدية وحدة فراخ طيب تصر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. حمد الله حامل خطية العالم اللهم اترأف علينا واسمعنا وارحمنا آمين. كيريليسون 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 نم اوطاي اوطاي نم او او انت بنا جاتو يا سبيوت نم بشيري نم ببن بماي سواب او هيريني نم او كوت اجنت او اما باتس سواب ان كاسوري كنا بستولي كنا كلسي انت ابنوتي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا الذين قدموا يا رب هللويا. اي
in Evra, Anne of Yotne of Shirin and Bibn of Mysoab, or Noti and Ot, I mean, if Esmara, O Otinjev, Noti of Yod, be Bantokarator. Esmara, O Otinjev, if Monoganis in Shirsos, Vecheristos, Ben Choice. Esmara, O Otinjev, be Ebnev Mys O Web. Emparakliton. آمين مبارك الرب لنا إلى الأبد آمين يا جميع الأمم باركوا الرب وتباركوا جميع الشعوب لأن رحمة ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين هللويا نكسب تريك أيوك أجيب نماتيك إنك Shliel. Marin Shebeh Moton Totfen Berefer Besnani ever Wahonait of Noti Viotem Ben Choice or Haben Noti Oben Sotir Iso Osbechere Sojavreske Bazenegon Aber Vicinirun Abare Eron. I've shopped in a 50 aso eon afti to ten avent and share a tie on osai and so on mighty wasn't of ari eon and pie or is over nemni a hotir on teben on and a rin in a ven and jabi bantokrator eb choice of a noti was of exhausted. Evni web choice of noti vi bantokrat or if yotem ben choice or ben noti or ben sotir isos be Christos. Nashkorak ala kulla halin wa min agil kulla halin wa fi kulli hal. Lannaka satartana wa aintana wa hafistana wa qabiltana ilik. Ashfaqta alina wa addattana wa tayta binail. Azihi ssa'a. ويقبل صلاة وتنقلت قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعل وان يحفظنا حياة وقيام أبينا المكرم رئيس كان أبانا الأنبا تودوس الثاني والشريك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا سرابيون واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المادة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة العدو ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. Pilientes Sion, Ehud.
القيس انت ام شعيني هللويا عبيدك أب قدام هذا اليوم الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدسة الجامعة غصن يغفرنا 12 رسولا طهر وشهيد البطريرك القديس سويوس ومعلمنا ديوس قوروس القديس فنصر رسولي قدس خاتم مجاوي حيث كهنة وقدس عنا زابي فم والقديس كيرلوس والقديس بسيليوس والقديس إغوغوريوس من رفاة 13 ويرخصن قسطنطينية والمتين بأفسس فما أبينا البابا الأنبا تغضو السن فما حاقرات ينكوز هي الآب والابن وقدس الآن وكل أن تغضو كلها أمين Christos
Corinthian choice so speak so البولس من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته تكون معنا أمين. كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزناة، وأنني لست أعني زناة هذا العالم أو الظلمة أو الخاطفين أو عابدي الأصنام، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من هذا العالم. فالآن كتبت إليكم ألا تخالطوهم. إن كان أحد مسمى أخاً زانيا أو ظالما أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا فمثل هذا لا تأكلوا معه. لأنه ماذا يعنيني أن أدين الذين في الخارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين في الداخل؟ أما الذين في الخارج فإن الله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. أيتجاسر أحد منكم إذ كانت له دعوة على آخر أن يحاكمه لدى الظالمين وليس عند القديسين؟ أما تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ أما تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأحرى أمور هذه الحياة؟ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. إنما أقول هذا لتخجيلكم. أهكذا ليس فيكم حكيم ولا واحد يستطيع أن يقضي بين إخوته؟ نعمة الله الآب فلتكن معي ومعكم يا أباء وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركته تكون علينا، آمين. مبارك الرب الإله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بحسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لكم أنتم الذين بقوة الله محروسين بالإيمان للخلاص المعد أن يستعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون الآن قليلا إن كان يجب أن تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع كونه مختبرا بالنار فتجدون أهلا للمديح والمجد والكرامة عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم الخلاص الذي طلبه وفحصه الأنبياء الذين تنبأوا من أجل النعمة البالغة إليكم وباحثين عن الوقت الذي تكلم فيهم روح المسيح الذي سبق فشهد بآلام المسيح والأمجاد الآتية بعدها الذين أعلن لهم أنهم لم يعملوا لأنفسهم بل لكم كانوا يخدمون هذه التي اختبرتم بها الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن يطلعوا عليها لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم العالم كله يمضي أما من يصنع مشيئة الآب يصنع
البركسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الله، بركة صلاتهم تكون مع جميعنا أمين. وللوقت ودع الإخوة بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، فلما أقبل إلى هناك دخل إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط القلب، فحصين الكتب كل يوم. هذه الأمور صارت هكذا، فأمن كثيرون منهم، وقوم من كرام النساء اليونانيات ومن الرجال عدد ليس بقليل. ولما علم اليهود الذين في تسالونيكي أن بولس ينادي بكلمة الله في بيرية أيضا، وافوا إلى هناك وهيجوا جموع وأقلقوهم. فللوقت ودع الإخوة حينئذ بولس لكي ينطلق نحو البحر، أما سيلا وتيموثاوس فبقي هناك لم تزل كلمة الرب تعتز في الأمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثالث عشر من شهر بغمهات المبارك أحسن الله استقباله وعادوا علينا ونحن مخفو الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبائي إخوتي جميعا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 36 للشهداء 320 ميلادية استشهد القديسون الأبرار الأربعون شهيدا بمدينة سبسطية ببلاد سوريا. كانوا قادة في فرقة رومانية تحت قيادة للسياس الوثني، وامتنعوا على الاشتراك في تقديم ذبائح للأوثان، فاستدعاهم الوالي فاعترفوا أمامه بالسيد المسيح فهددهم بتجريدهم من مناطق الجندية. فأجابوا خير لنا أن نخسر مناطق جنديتنا ولا نخسر يسوع المسيح إلهنا. فأرسلهم إلى السجن حيث قضوا الليل كله في الصلاة، وظهر لهم ملاك الرب يشجعهم ويقويهم على الثبات حتى نهاية لنيل أكاليل الشهادة. بعد ذلك استحضرهم الوالي وأمر برجمهم بالحجارة، فكانت الحجارة ترتد على الضاربين، وكان بالقرب منهم بحيرة ماء متجمدة فأمر بطرحهم فيها، فتقطعت أعضاءهم من شدة البرد، وكان بجوار البركة حمام ماء ساخن، فضعف إيمان أحدهم وصعد إلى هذا الحمام فانحلت أعصابه ومات. أما الباقون فرأى أحد الحراس ملائكة نزلوا من السماء ويدهم أكاليل ووضعوها على رؤوسهم، وبقي أكليل بيد الملاك، فحركت نعمة الله قلب الحارس ونزل البركة وهو يصيح أنا مسيحي، فنال الإكليل الذي كان معلقا بيد الملاك، وانضموا جميعهم إلى صفوف الشهداء. فأمر الوالي أن يحملوا أجسادهم ويطرحوها في البحر، وفي اليوم الثالث ظهروا لأسقف سبسطية وقالوا لا هلم إلى البحر وخذ أجسادنا. فقام وأخذ الكهنة فوجد الأجساد فحملها باحترام ووضعها في مكان خاص، وخرجت منهم قوات وآيات كثيرة فشاع ذكرهم في كل الأقطار، بركة صلاتهم فلتكون معنا أمين. وفي أيضا من سنة 264 ميلادية تنيح القديس البابا ديونوسيوس البطريرك الرابع عشر من بطريرك الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب بالإسكندرية في أواخر القرن الثاني الميلادي من أبوين يعبدان الكواكب، وقد اهتم بتعليمه كل علوم السابقة أي عبدة الكواكب، ولكنه كانت لديه الاستعدادات القلبية الصادقة. ويوما ما مرت به امرأة عجوز مسيحية معها كراسة مكتوب فيها بعض رسائل معلمنا القديس بولس الرسول، فاشتراها منها وقرأها وأعجب بها، وطلبا من العجوز البقية فقدمت له ثلاث رسائل أخرى. ولما شعرت برغبته الشديدة في القراءة والمعرفة قالت له اذهب إلى الكنيسة فتجد فيها ما يعطي لك هذه المعرفة الروحية مجانا. فسمع لقولها وذهب، وهناك تتلمذ على يد شماس يدعى أغسطين وقرأ رسائل معلمنا بولس الرسول، ثم مضى إلى البابا ديمتريوس البابا الاثناشر وأعلن أمامه إيمانه بالسيد المسيح فعمده البابا، ثم التحق بالمدرسة اللاهوتية ونبغ في العلوم المسيحية فمنحه الله البابا رتبة الشماسية. ولما جاء البابا يوكلاس البابا الثلاثاشر رسمه قسا
وقلده رئاسة المدرسة اللاهوتية فداوم على التعليم والوعظ وتعميد من يقبلون الإيمان. ولما تنيح البابا يوكلاس 13 وقع الاختيار على القس ديونوسيوس، فرسم بطريركا يوم أول طوبة سنة 246 ميلادية، فرأى رعاية المسيح بكل أمانة. ولما أصر ديوسيوس قيصر الاضطهاد على المسيحيين أراد القبض على البابا ديونوسيوس فهرب. ولما مات ديوسيوس كتب البابا للقيصر غالوس فهدأ الاضطهاد، ولكن ظهر نوع آخر من الجهاد أمام البابا وهو محاربة الهراطقة. فقد قام بدعتي سابيليوس وبولس الصموصاتي، وبعد أن أتم البابا جهاده تنيح بسلام بعد أن كتب عدة رسائل إيمانية ما يزال أغلبها محفوظا إلى الآن. باقي الصلاة فلتكون معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 92 للشهداء 376 ميلادية عاد القديسان مكاريوس الكبير ومكاريوس الإسكندري من منفهما بجزيرة فيل بأعالي الصعيد، وكان قد نفهما إليها الملك فالنس الأريوسي، وكان أهل تلك المدينة يعبدون الأصنام، وقد ألحقوا بالقديسين عذابات شديدة لمدة 3 سنوات. وحدث أن دخل الشيطان في ابنة كاهن الوثن بتلك الجزيرة فأتعبها جدا، فتقدم القديس مكاريوس الكبير وصلى عليها فشفاها الرب بصلواته، فآمن كاهن الوثن وكل أهل الجزيرة بالسيد المسيح، وعلمهم القديسان حقائق الدين المسيحي وعمدوهم ليلة عيد الغطاس، وحولوا البربة التي في الجزيرة إلى كنيسة وصلى فيها القديسان وناولهم من الأسرار المقدسة. وعندما أراد العودة لم يعرف الطريق، وظهر لهما ملاك وصار معهما يرشدهما حتى وصل إسكندرية ومنها إلى بريد شهيد، فتلقهما الرهبان بفرح. باقي صلواتهما وصلوات الجميع فلتكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Shleel Erinipasi Etohneumate So Rabbiasuan Masihilah Hunalazi Khatabat Alamiz Al-Qadisin Warasatar Al-Mukarramin Aqail An-Nabiyan Wabraran Kasirin Ishtan Ya Ruma Antum Taruna Walam Yaru وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فتوب لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى يا رب اشفيهم،
لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. Maruchas fenet ecclesiae ente peflaus, o maru es moero fe cathedra ente ne presbyteros, je afcoin omitiot eme fetinane so o eben avengeniet so to no efe onup, a forcanget chos o enefo menethif, جئت بيف أو بشايني قطعت تكسيس من شي سيدك شوي صوينا من مكبن يوتي ثواد من بطري أرشيس بابا أبطا درس بي أرشي إيريس من بن يوتي متروبوليتيس أبا سيرابيون شوي سفياري إفتين أون خالي معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. أعترف لك بخطيئتي ولم أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بإثمي وأنت صفحت لي عن نفقات قلبي. الآتي باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. أحد يوقد سراجا وضع في مكان خفي ولا تحت مكيال بل على المنارة لينظر الداخلون النور. سراج جسدك هو عينك، فإذا كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون منيرا، وإذا كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فانظر لئلا يكون النور الذي فك ظلمة، فإن كان جسدك كله نورا وليس فيه جزء مظلم فيكون جميعه منيرا كما يضيء لك المصباح بلمعانه. والمجد لله. Yeah, so
بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب والجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصول لبعنا على عهد بولس البنطي وتألم كبرى وقام بين الأموات يوم وصعد للسموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا سنمكن القضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المبشر الآب نسجد له ونمجده الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة الجامعة الرسولية ونعترف بعمدية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية آمين يا رئيس الحياة وملك الدهور اللهم الذي تكث له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاض بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهياته واسررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك يا الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحماتك واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة صلوا من أجل السلام صلوا من أجل السلام صلوا Not with the vile sense that defies your fear, nor with thoughts of guile filled with wickedness of the traitor. For our conscience is not bent on evil, but rather by the eagerness of our souls and the rejoicing of our heart, having the great and perfect sign of the love of your only begotten Son, and cast us not behind, we your servant, on account of defilement of our sins. For you know, as creator of our being, that no one born of a woman shall be justified before you. So make us worthy, our Master, with the holy heart and a soul filled with your grace to stand before you and to bring in unto you this holy sacrifice, which is rational,
spiritual and bloodless, unto the remission of our transgressions and the forgiveness of the ignorances of your people. لأنك أنت إله رؤوف متحنن. دياكون كراس يخدم بإخلاص وأمانة في الكنيسة، عشان كده هندي له رتبة رئيس الشمامسة أكشي، وأنتوا طبيعي بتقولوا له يا أكشي، يعني الموضوع من حق يعني اللي انتوا بتقولوه، عشان كده يعني مش محتاجين تسكيل انكم قلتوا بتقولوا له يا اخي. اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. ايها السيد الرب الله العظيم الرحمه العالي في التحنن والصلاح، الذي من قبل ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا أقمت أورشليم السمائية وصرت رأسا على كل الأشياء وعلى الأرض أيضا من قبلك، ملكت على جميع نظائرهم وعطيت كل الطقوس وكل القوانين، قوانين البيعة كالمثال بها كل الخدم الكهنوتية بغير معصية. أنت الآن يا ملكنا محب البشر اقبل سؤالنا نحن الخطاة، اغسل نعمة روحك القدوس على عبدك كراس الذي دعا لرئاسة الشمامسة بحكم تزكية الذين قدموه في الوسط وسؤال الذين جعلوه مستحق أن يكون رئيس شمامسة على بيعتك المقدسة جميعها. اظهر منك الواحد من السبع الخدام الذين أقامهم الرسل الأطهار استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، املأه من القوة والفهم كمثل استفانوس أول رؤساء الشمامسة في بيعتك المقدسة بخدم غير دموية وصعائد نقية ناطقة، ويمسك كأس الدم المكرم الذي للحمل الذي بلا عيب الذي لابنك الوحيد، ويخدم الأيتام ويساعد الأرامل ويهتم بالمتعبدين ويعلم الجهال ويبكت غير المتأدبين وينتهر المخالفين ويرد الضالين وينظم الإكليروس ويخدم الغرباء ويأمر بما ينبغي ويكون مثالا لجميع الكنيسة لكي يصنع له درجة صالحة عالية بالأكثر ويجد دالة أمام كل أحد. ولم تعط هذه النعمة بوضع أيدينا نحن الخطاة، بل بافتقاد مراحمك ذات الغنى التي تعطى لمستحقيها. الآن أيضا يا ملكنا نصل منك أيها الصالح محب البشر من أجل عبدك كراس لكي تجعله مستحقا لدعوة رئاسة الشمامسة بحلول روحك القدوس عليه، وأن أيضا طهرني من كل الخطايا الغريبة واعتقني من الذي بواسطة ابنك الوحيد ربنا والآن وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي له المجد والإقامة العز والسجود الآن وكل أن ظهر الضوء كلها. أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب نزوى يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على الرأس، تفوا برعدة وين الشرق انظروا في شفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها الملك.
معكم. فلنشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه بالحقيقة مستحق وعادل ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيها الكائن سيد الرب الله الآب ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياتك، أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا بشفات غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقاطع. أنت الذي خلق السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها، البحار الأنهار الينابيع البحيرات وما في جميعها. أنت الذي خلق الإنسان كصورتك وكشبهك وخلقت الأشياء كل الأشياء بحكمتك، نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك ونقرب لك معه مع الروح القدس الثالوث القدوس المساوي غير المفترق هذه الذبيحة الناطقة وهذه الخدمة غير الدموية، هذه التي تقربه لك جميع الأمم من مشاق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طاهرة، وعلى هذه الذبيحة وهذا القربان يا رب ارحم. مرضى شعبك رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة لأقاصيها كل الشعوب وكل القطعان، باركهما السلام الذي من السماوات انزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا إنعاما، الملك والجند والأراخنة والمشهرين والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا، زينهم بكل سلام يا ملك السلام. أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا، اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا تدع موت الخطية يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك يا رب ارحم. مرضى شعبك يا رب ارحم. تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفهم انزعنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، وتروا الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض، أقمهم وعزيهم المعذبين من الأرواح النجسة، أعطكهم جميعا الذين في السجون أو المطابق أو الذين في النفي أو السبي المقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعطكهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين
رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة المقبوض عليها أعطها رب رحمة، أعطها نياحا، أعطها برودة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاصا، أعطها غفرا خطاها وآثامها. ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافيها. أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك آباؤنا وأخوتنا المسافرين الذين أدمونا السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار والنهار والبحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو، السالكين بكل نوع، كل واحد بكل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ، ميناء الخلاص، تفضل اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير، ردهم إلى زويهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر، احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقضاء. تفضل يا رب أوات السماء وثمرات الأرض ومياه النهر والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة، باركها يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب Raise them to their measure according to your grace. Give joy to the face of the earth. May forests be abundantly water and fruits be plentiful. Prepare it for the sowing and harvesting. Manage our life as it deemed fit. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us who entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, O you who give food for all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too have sufficient in everything, always may abound in every good deed. Lord have mercy. رئيس أرضنا عبدك، يا رب ارحم، احفظه بسلام وعدل وجبروت، واتخذ على كل البربر ومن الذين دون الحرب في جميع ملنا من الخصم. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نحيا نحن أيضا سيرة هادئة ساكنة، ونوجد في كل تقوى وعفاف بك. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، الذين خست نفوسهم نيحهم، ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ البد، أبائنا الأطهار والسلباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين، والدة الإله الطاهرة القديسة مريم، وقديس حنا السابق المغمدان، والشهيد والقديس ستفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، وقديس ماركوس الرسول الطاهر الإنجيلي والشاهد، والبطريرك القديس أوريس علمنا كيرلس، وقديس باسيليوس، وقديس أغريغوريوس، أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا، وثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لبيس الصليب، أبانا أنبا يحنس، وأبانا أنبا بشوي، أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، والتسع الأربعين شهيدا والقوي القديس الأنبا موسى، وأبانا الأنبا بخوم أب الشركة، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأبانا أنبا نوفير السائح،
وابان انبصم الى المعترف وكل مصاف قديسك اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طباويه اولئك بل هم قيام امام منبر ابنك الوحيد ليكون هم عوضا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لاثامنا من اجل طلباتهم المقدسه ومن اجل اسمك القدوس المبارك الذي ضعي على اينا القائلون فيقوموا اسمع بان البطاقة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم اجمعين ويغفر لنا خطايانا يا رب وهؤلاء وكل احد يا رب الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم those whom each one of us has in mind and those who are not who have fallen asleep and repose in the faith of Christ graciously O Lord repose all their souls in the bosom of our holy fathers Abraham Isaac and Jacob sustain them in a green pasture beside the still waters in the paradise of joy the place out of which grief, sorrow, and groaning have fled away in the light of your saints. Raise up their bodies also in the day which have appointed according to true promises which are without lie. Grant them the good things of your promise which an eye has not seen nor ear heard, neither have come upon the heart of man, the things which you, God, have prepared for those who love your holy name. For there is no death for your servants, but a departure, if any negligence or heedlessness has overtaken them as men, since they were clothed in flesh and dwelt in this world. O God, as the good one and lover of mankind, graciously accord to forgive them, for no one is pure without blemish, even though his life on earth be a single day. As for those, O Lord, whose souls you have taken, repose them, and may they be worthy of the kingdom of the heavens. As for us all, grant us our Christian perfection that would be pleasing to you. Give them on us a share and inheritance with all your sins. Lord, have mercy. Thank you, O Watin, thought Fentek met Arasos be my Ari ev mev I ev shois eni se se ne eboros vora nishe behmot ente ni etav eboros verin au tayunem o a o em bekranis o ev. ولك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل العظمتك التي في السماوات بصرة ملائكتك وملائكتك القديسين وكما قبلت لك أبيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفي السي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوضا عن الفانيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمانيات بيوت
بيوتهم ومخازنهم لها يا رب من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورسى ملائكتك الأطهار. وكما ذكر اسمك القدوس على رزقكم أيضا في ملكوتك. وفي هذا الظهر لا تتركهم عنك. بطيركنا الآب المكرم البابا الأنبات ودوس الثاني وأخويه روح رين مرغنطس فرائم كريم بطيرك أنطاكي وأبونا أنطونس بطيرك ريتريا حفظنا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنا سلامية مكملين رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنتم عليها من قبل كراتك المقدسة الطوبوية مفصلين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وابر أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية من كل موضع وصلواتهم التي يصنعونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنهم بل إليك على مسبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور وثائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا أمهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة يا رب. اذكر يا رب سائر الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع والقصوص والشمامسة والإبذياقونيين والأغنسطسيين والمرتلين والقرائين والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمقترنين بالزيجة ومربي الأولاد الذين قالوا لنا أذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعدائنا وأحبائنا اللهم ارحمهم يا رب ارحمهم. Remember, O Lord, the rest of the Orthodox in every place of the world. Remember, O Lord, this your holy place and every monastery of our Orthodox Father and every city and every country and the villages and every house of the faithful and keep us all in the Orthodox faith to the last breath. For this is alone our hope. Remember, O Lord, those who are standing at this place and who are partners with us in prayer, our Father and our brethren and the rest who are in every place of the world, and keep them with us by the arms of the holy power, and save us from the fiery blazing darts of the devil, and from every diabolic ambush, and from the trap of false justification. Lord, amen. اذكر يا رب كل الذين أوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نصنعها إليك أيها رب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر كل واحد منا وتذكارهم الذي صار الآن فليكن لهم مثل صور ثابت غالب لكل مضارات الشياطين ومؤامرة الناس الأشرار يا رب رحم بدور النائب خوفا ورعدة لكي أبارك كل حين جميع أيام حياتي Oh.
اذكر يا رب هذا الكهنوت المقدس الذي لك وكل رتب الكهنوتية والأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك. اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرأفات، وامحو أثامنا كصالح ومحب البشر. اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس. يا رب اجتماعاتنا باركها، عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم، الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفعلها ابطلهم ولتنقض افتراقات فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أذلاهم، حل تعاظمهم، عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم. يا الله الذي بدد مشورات أخي توفيل، أمين يا رب. قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدامك من قد اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يسمعون إرادتك. حل المربوطين، خلص الذين في الشدائد، يا رب ارحم. الجياع اشبعهم، صغير القلوب عزيهم. واذا الذين فول كن فرمز ابرايد، الضالون ردهم، ادخلهم جميعا الى طريق خلاصك. Count them with your people and we too redeem us from our sins. Lord have mercy. سائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لأنك أنت هو الله الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل وفي الآتي. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك مخلوقان الحيان الكريمان جدا ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين السيرافيم والشاروبيم، فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يستطاع النظر إليه ولا التفكر فيه، وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيون بالإثنين الآخرين. لأن في كل زمان يقدسك كل أحد، لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب، إذ نسبحك معهم قائلين. قدوس 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 رب صباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك لا Ah.
قدوس 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 رب الجنود، السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس. أيها الرب إلهنا، بالحقيقة السماء والأرض مملؤتان من مجدك الأقدس من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها. وبالبركة بالتقديس قديس قرابينك هذه المكرمة السابق وضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكأس لأن نرى ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم فيها ذاته ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا. جنب جيجس اوابن اتاتشنون اتسوليب وهن مكاريون وهن غفطان خو الناتج فاي بخنو مثمي آمين أبقشت إبشو يتبهاغوك بقيت بو بنيوت بنوت يبني بنتي اقني بين اطاف شبه موت آمين اف زمو اروف آمين اف اراغي يزني موت تنوفن آجيوس ماسيتيس أوهن أبوستولوس إث أوهب إبقو إيموس جئت شيء أومي بولن خطفتي وفاي غاق بيباسوما إتونا باش
إجنسنون مهان كميشن ستيف إبكو إيفو لنتي نوفي فاي أريد في إيبا إريف مي إف إي فاي بيخنو مثمي باي ريتي اون بيك ابوت منين صاب زيب نون افسد في اول خن او اير بنم او ما او اطاف شبه موت آمين آف زمو و اروف آمين اف ار اغي يزني موت افتي في اون النيات نوفن اجيوس ماسيتيز او هن ابوستولوسيس او اب ابغو ايموس جي اتشيسو ابو لنخد في تي او باي غار بيبا اسنو فنتيتي زي سيكم فيري اتونا بون في ابو الاجنسي نون مهان كميشن ستيف ابكو ايبو لنتي نينو اوبي vai a arit fe epa erev me ev i vai on bethen omith mi a mi لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر وبقيامتك الله الآب ضابط الكل فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ونعترف بقيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وننتظر ظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا في انقضاء هذا الدهر هذا الذي يأتي فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعماله إن كان خيرا وإن كان شرا كرحمتك يا رب وليس كخطايا الذي وضعنا أمام مجدك القدوس قرابينك مما لك يا أبانا القدوس مسجدون الله بخوف ارحمنا يا الله الأب ضابط الكل ارحمنا ضابط الكون
شعبك وبايعتك يطلبون لقائلين ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ارحمنا يا الله على هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يتطهر وينتقل واسقوا من آمين آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له آمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح آمين. لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء يا رب ارحم صبرا كاملا ورجاء ثابتا إيمانا وحراسة وعافية وفرحا يا رب ارحم تجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس شاكت سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا كما كان كذا يكون من جيل إلى جيل خين باي كاتا بغيتي انقن هبني فين انت بيتشي انت بيتشي ازمو وانت بنجي انجي بك نشتن غانث اواب خين هبني فين الطايوت اوقت اثمار اوت نم ايسوس باخريستوس بك من ريت شيري نم بي ابن فما اس اواب ايريني باسي Again, let us give thanks to God, the Pantocrator, the Father of our Lord, the God and the Savior, Jesus Christ, who also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to be worthy of the communion and partaking of his divine and immortal mysteries. آمين. الجسد المقدس والدم الكريم اللذان لمسيحه الضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين صلوا
أيها السيد رب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل به أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دمهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبرية وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنية ولكن غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة وجاء ثابت نكثر بذلك بغي خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أضعتنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تكلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين فإن بخريستو Remember, O Lord, our assemblies, bless them. Save Domine and with your spirit, in the fear of God, let us attend. Amen. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Hey,
holies, for the holy. Blessed be the Lord Jesus Christ, the Son of God. The sanctification is by the Holy Spirit. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son, one is the Holy Spirit. Amen. Irene Pasi. Et opne mate. Magion Kaimatimion Alithinon Iso Christo to Ayoto say O Imon Amin Agion Timion Soma Kaima Alithinon Iso Christo to Ayoto say O Imon Amin Penoti by Bechen Omes me. Amen. 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 واعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كل ما القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفاق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه تناتي 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 جيسا تيخن أم اسمي أمين Oh.
باسم الرب. وغادي باسم الرب. Christos Ernest Avin
كما بينهم حين قسم المال على أولاد الاثنين بكمال أخذ الأصغر منهم وقال
يبدده يعيش الزلات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم حين بذر ما له صار فقير من الصالحات عريا وحقير فحدث في كورته جوع كبير وقلت الفضائل والخيرات خرج وانقطع إلى إنسان من تلك الكورة وهو الشيطان والكرة هي الدنيا بيان ومرع الخنازير هي السيئات زله وأرسله يرعى الخنازير جعله خادم في الخطيئة أجير ومن الإيمان صار فقير وهو يأكل خرنو بالزلة للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل الروح قدسه فيهم ذو الغنى الرب الإله لما خلقوا ستروا بغناه والعقل والحرية قد أعطى حتى يداوم فعل الصالحات رد العطايا كالبطران وأسلم نفسه ليد الشيطان عدم عدم الفضائل وصار جوعا منفيا من فعل الصالحات زاد شوقه ان يملا بطنه ومن الخرنوب يشبع بدنه من فعل الخطايا خاب ظنه ولا عند أبيه وجد الخيرات طوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين صار وفكر عقل تفطن وقال بيت أبي كان لي موطن وديار الشر صار لي وطن أخدم في وصنع الزلات شورة أبي لم أسمعها ومشورة الشرير أقبلها الخطية حلوة في أولها وأخرتها تعب مع حسرات صابر أنا في جوع وآلم وكم لأبي محسوب خادم يفضل عنهم خبز طعم وأنا هنا في جوع الزلة طوبى للرحمة يا ملك هذه الذبيحة صارت بس تسبح شكونك قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. المجد الله في عالي ورحمة الله ثم تسكيم تسمون جني سيهو مطلب تسخت الخارستي سو من ذوك سابت ريك ايوكي اجيب نفاني ثم تسكيم تسمون جني سيهو Metalo con
فهموتن توت مارن هوس نمني انجيروس نمني طامن تيبت شيسي نيم بخرسن تنيت مين اوشي بولن بوئر جهدي طاخر نستغين ريه والمهمن ايه والمهمن ايه شوفي روك انتي نستي قاني بولن من انو ميات النستوب نمني سفرز فيان تيتن شوش انب ماريا سوتي امون او ناينا اكي تشيت خاريس اموي سيستيمت اوي بنتي ملشي سابك بمت خلو انتي اكوب بينو جناه انتي ما تو صالا بك اتيت صوت بنتي ضابيتي صوفيا انتي صولو منتي ابن امام بركي تنتي طبي جيني افوس كيف شوي ستي اريه بوركن مطاه ويرفن بنيوت الطايوت نار شيرس بابا ابا وادروس من بنيوت المتروبوليتيس ابا سيرابيون اكنوت انتيته وطقروه جنو اترونوس نعن ميشن رمبين وان سيو انهيريني كورنتي زبيو انو قاجي تيرو صابي سيت انو اتشالف غين كولي طب من خريستوس هريه كنت فكان انو بيناني برخن اوهيرين كتاب افنيشتين نوي كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه بلوغيسون امي يسوع المسيح ملك الدور الذي صام عنا 40 يوما و 40 ليلة يقبل صومنا هذا واغفر لنا خطايانا اصبح عن زلاتنا حفظنا بر وقداسة جميع ايام حياتنا قديس العذراء مريم والثلاثة العظماء المونيون ميخائيل وغبريل وفائيل كل مصاف الملائكة والنساك والعباد والسواح والباص الصليب ملك هذا اليوم وملك هذه الذبيحة والقديس مشاهد الكتيبة الطبية باك القديس العذراء مريم اولا واخيرا بركاتهم ونعمتهم حبتهم فلتكن مع جميعنا بإخريستوس بالنوتي أمين سأشوفي أبو أنت تهريني موينان أنت كهريني سامنان أنت كهريني كان النور ناني بول جسوك تتيقو نبي أو نبي زمو نبي أماه شائني أمين اللهم اجعلنا وصحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تأتي ملكوت حبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شاكة وعطيك القدس فلتكن مع جميعكم انظروا بالسلام سلام الله فليكن مع جميعكم مبروك للأرش تزفوه ولا الأرش بقى لازم Thank you.
كده 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 كده